عضو حكيمه من دار بيضاء. الو حكيمه. وي سلام، لاباس عليك؟ اش اخبارك؟ الحمد لله، الله يبارك فيك. مرحبا. كلشي لاباس؟ كلشي مزيان بارك الله فيك. اختي بالنسبه للقرعه الخضراء، ايه عندي واحد سلاده سخونه واخا، ايه زوينه، كنشدو شي 5 ولا 6 ديال القرعات، كنقطعوهم مكعبات صغار، وكناخذو بسلاطه نشلضوها في المقله، تنديرو هذيك البصله وتنديرو عليها شويه الزيت ومليحه وبزيره، وتنديرو معاها القرعه او ميم طون، لكن بحق تنديروها في نهار بنار زعما خفيفه، يبقى تسقط مع ديك البصله وتصحى معاها تاخذ اللون الذهبي، البصله تاخذ اللون الذهبي والقرعه تاخذ اللون الذهبي، وتنشدو شويه معلقه ديال الو. اي تفضلي كنسمعوك. تناخذو معلقه ديال سميتو الزعتر، وتندردرو عليه من الفوق، ومعلقه ديال المعدنوس، عرفتي تجي غزاله، تجي مذاقها زوين. اييه الله يعطيك الصحه. واخا الواحد كيف ما قلتي هو هكا في الخضره هكا كمقبلات ولا في شليضات سخان كيجيو مزيانين.